نصائح عدة اختصرها مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس على حسابه في تويتر، وفي 14 تغريدة ردا على الطلبات المتكررة التي يتلقاها من الخريجين حديثا، هذه أبرزها: الطاقة والذكاء الاصطناعي والعلوم البيولوجية مجالات واعدة يستطيع الطلاب من خلالها إحداث تغييرات كبيرة. لا معايير محددة للذكاء وأنواعه، والطلاب في العصر الحالي لديهم الوعي والمعرفة أكثر من عصر بيل غيتس، لذا فلديهم فرصة في إحداث أو في إحداث التغيير بشكل أسرع وأكبر. هذه كله طبعا من نصائح بيل غيتس على تويتر. ودعا أيضا الطلاب إلى إحاطة أنفسهم بأشخاص قادرين على خلق تحديات لديهم تخرج أفضل ما فيهم وتعلمهم، وذكر مثال على ذلك زوجته ميليندا. على العموم، الهدية التي يطمح أن يهديها للطلاب هي كتاب The Better Angels of Our Nature، الذي يتحدث عن تراجع العنف والقسوة، والذي أرفق صورة له على تويتر، وشهد هذا الكتاب إقبالا كبيرا على مواقع بيع الكتب بعد تغريدة بيل غيتس.